مساء الخير. نبدأ جولتنا على أسواق اليوم مع سوق النفط يلي عم بيكون بحالة ترقب لاجتماع أوبك يلي رح ينعقد بفيينا ب 30 تشرين الثاني، وردا على سؤال حول إمكانية تمديد المنتجين العالميين لخطة خفض الإنتاج، أشار وزير الطاقة السعودي اليوم إلى ضرورة التريث لحين صدور نتيجة الاجتماع، كما أنه وفقا للدراسات هناك خلافات بشأن المدة المطلوبة للوصول إلى مستويات طبيعية للمخزونات. وفقا لرويترز وصف وزير الطاقة الإماراتي الاجتماعي اللي مقرر عقده أنه لن يكون سهل، لكنه بالمقابل أبدى تفاؤل حول توصل المنتجين لاتفاق بيخدم السوق. ومن وجهة نظر مصرف جولدمان ساكس، هالاجتماع رح يكون محط شك بظل أسعار الخام الحالية وعدم وجود إجماع حول تمديد خطة خفض الإنتاج. من بريطانيا، نجحت جميع المصارف البريطانية باجتياز اختبار التحمل للمرة الأولى من وقت الأزمة المالية العالمية. هالاختبار بحدد كيفية مواجهة المصارف لأزمات قوية ومفاجئة بتتمثل بارتفاع معدل البطالة، خسائر بسوق الأسهم وانخفاض أسعار المنازل. أما السيناريو الأسوأ يلي وضعه بنك إنجلترا للوضع الاقتصادي بالبلد هو تراجع أسعار المنازل 33%، ارتفاع أسعار الفايدة الحالية من 0.5% إلى 4%، إضافة إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 9.5%. هيدي كانت أخبارنا لليوم، أنا بشوفكم بكرة.